أقرب لي من الدفعة هو حلمي أو السقة؟ السقة أكيد. حلمي ديكور، حلمي قسم ديكور، أنت عارفة الموضوع ده؟ لا السقة ده سيكشن وخيل وسفر وتزويغ وحاجات. أوكي مش يعني ما دي السنين. انتوا رحتوا على المعهد بالخيل مرة؟ كان يوم خطير جدا. والله مغامرة غير عادية. مجانين. والله ساعتها مجانين. طيب شفت سهل تختار دي سهلة دي. ما أقولك يعني مش مشكلة دي سهلة دي. الأكثر جمالا من بنات جيلها أو الأقرب لشخصيتك أنت تتذوق يعني هذا الجمال. هنبدأ ما نقولش بقى. منى زكي، غدا عادل. لا مين الأكثر ستايلك؟ ستايلي؟ والله هما الاثنين يعني. بس الأقرب لهيك صورة الفتاة اللي أنت بتحبها أكثر. ما أعتقد منى. منى زكي أكثر. تمام. الأنجح في دور الدون جوان. عمرو يوسف، حسن الرداد. الدون جوان؟ دون جوان. مين بيلعب الدور بيلبق له أكتر، لابسه أكتر؟ لا مش ده الإجابة دي بقى، أنا ما مش هجاوبها لأن أنا ما أعرفش عمرو يوسف ولا أعرف الرداد. ما تعرفهمش؟ ما أعرفهمش شخصيا. لا ولا شفت لهم أعمال؟ مش بتفرج كتير يعني، يا دوب كده. هشام صدقيني والله ما بقى هشام انا ما عنديش تلفزيون. لا بدك تقول لي مش شايف ولا عمل لعمرو يوسف. شفت انا بشوف لما اكون عند حد فتح التلفزيون، انما انا ما عنديش تلفزيون. انا بقول لك انا بستمتع اكتر بالسمع، فمش ميال قوي للفرجة. بس انت شغال على السوشيال ميديا؟ لا بتشوف سوشيال ميديا؟ شغال مغرق لهم اخبار وصور. والله صدقيني هيبقى انا لو قلت حاجه دلوقتي هبقى كذاب، لان انا مش عارف مين احسن واحد في الدون جوان حاليا. طيب كشكل مين بيلبق له الدون جوان اكتر؟ انا رح اقول لك شكل منظر، ما رح اقول لك على والله مطلع. ما عارف ارد، والله ما عارف ارد على السؤال ده خالص، لان ده ليه معجبين وجمهور وده ليه معجبين. انا مش عم بحكي، انا عم بحكي رايك، ذوقك انت. انت ذوقك هيهم في ايه؟ لا يهمني انا. انا ممتنع عن اجابه السؤال ده. انت نين اعرفهم وتعاملت معاهم وعشره وحاجات، انما انا مع يعني مش متابع كل الاعمال، مش متابع كل حاجه، ما بتفرجش على كل حاجه، انا بشوف بالصدفه كده. حصل حاجة أي احتكاك بينك أو بين حد منهم؟ خالص. أبداً؟ خالص. ما يعني يمكن قابلت عمرو يوسف مرة صدفة، وحسن رداد اشتغل معايا فيلم زمان اسمه بلد البنات. وكيف ما تعرفهمش وما بتعرف شغله؟ ما فيش ما بيننا مكالمات ولا تليفونات يعني ولا. مع أنه ما اقتنعت بالإجابة بس والله العظيم أنا بقول لك الحقيقة. لا ما اقتنعتش، بس حنمشي الوضع. أنا مش عارف إيه اللي أنا ما اقتنع. أنا ما اقتنع. أنا ليه جيت البرنامج ده يا جماعة؟ يلا تستحق تواجد أفضل. هلا ما تقول لي ما بتعرفش. أميرة فتحي وسهام جلال. ما هو نفس مين اللي بتستحق تواجد أكتر يعني؟ ما أنت تشتغل. ليه هما الاثنين يستحقوا تواجد أكتر؟ أنت ليه لازم واحدة لازم الاختيار؟ هو كده قواعد يعني اللعبة يعني، مش جايبها لبيت بي، مش عم تطلع لي. هما الاثنين يستحقوا، تواجد أكتر. طب اشتغلت مع الاثنين طبعا. كانوا سيدي في الجامعة الأمريكية. كانوا معانا. بتقول اليوم يمكن في منهم أخذوا قرار هن من نفسهم بالاعتزال أو بالبعد، بس لو وحدة بتقلها لا صبري اشتغلي أكتر إنك تكوني متواجدة، تكون مين؟ ما أقولش لحد الموضوع ده، كل واحد حر في حياته. كل واحد اضرب ظروفه والله. ما اقولش لحد مين يستمر ومين ما استمرش. اسم جارتك ايه؟ رانيا. ايه رانيا شاهين. رانيا شاهين. مال هكلمها. كلميها. كلمها لك دلوقتي. هكلمها تنزل بوست بكره. ما فيش انا مش هتختار. لا طبعا. لا طبعا. تعرف حاجه عنهم للستات بتتواصلوا للفنانات؟ لا انا ما علاقتي ضعيفه جدا بال مين اللي بتتكلم معاه من الوسط الفني؟ ما فيش. مين اصحاب؟ مين اصدقاء؟ ما فيش. هو كمال ابو رايق احيانا عشان بنلعب سنوكر بس. والباقيين لا ما فيش. حتى السقا اللي كان عشرة العمر والتجارب من زمان. ليه؟ زمان ما بنتكلمش يعني، حياة خدتنا بقى كل واحد في حياته وكده. زعلان منه؟ لا. هو زعلان منك؟ مش عارف، ممكن. لا ما اعتقدش، ما عملتش حاجة،
مين اخر مره كلم، مين اخر واحد كلم الثاني؟ انا هو. لا ده الكلام ده مثلا من 2010 ولا حاجه، كنا بنصور، كنت انا بصور سقوط الخلافه وهو كان بيصور فيلم مش عارف ايه، كنا في الكيمو لاند، كان في حاجه حصلت له، حادثه، ضرب حاجه، جت حاجه، فرحت عشان اسال عليه بس للاسف ما عرفتش اقابله ساعتها. فيلم الجزيره على ما اعتقد، مش فاكر. رحت عشان اسال عليه ايه اخبارك وكده بس ما عرفتش اشوفه ساعتها، كان مشغول او حاجه. فما اخر ما اخر اخر واحد من 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 زمايلي قابلته هنيدي في اعلان كنا بنعمله مع بعض. ده اخر واحد قابلته، كان من سنتين ثلاثه كده. ليه بعد عنهم بالشكل ده يا هشام؟ انا مش بعد عنهم ولا حاجه. ما انت ما بتتواصلش، ما بتتكلمش، ما بتسالش يعني. يعني لما بتيجي ظروف، بس ما معيش ارقامهم واكيد هم معهمش رقمي، وانا مش موجود، مش بمثل، مش بقابلهم بالصدفه مثلا في استوديو في بتاع، فالعلاقات انت عارفه العلاقات مش دايمه يعني، ممكن تزيد وممكن تنقص، ممكن تروح خالص.